في البدء كان الكلمة، أهلا بيكم أحبائي مشاهدي لوجوس في كل مكان، وحلقة جديدة من كلمة الحياة. النهاردة بنعمة ربنا هنكمل معاكم سلسلة المجيء الثاني، وزي ما كتب عنها القديس بولس الرسول في رسالتين لتسالونيكي الأولى والثانية. والنهاردة من المواضيع اللي بنهتم بيها في المجيء الثاني هو موضوع الاختطاف. وموضوع الاختطاف موضوع كبير، كل الطوائف بتؤمن بالاختطاف، لكن الحقيقة موضوع الاختطاف فيه نظريات كتير قوي، يعني من كل بنلاقي فيه اختلاف بين طائفة وطائفة عن الإيمان بخصوص موضوع الاختطاف، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل النهاردة. والحقيقة أن كل واحد بيؤمن بنظرية مختلفة عن التاني بيقدر يجيب الآيات من الكتاب المقدس اللي تثبت الكلام اللي بيقوله. يعني ياما حتى ناس هرتقوا ويجيبوا آيات من الكتاب المقدس، لكن الكتاب المقدس ما يتاخدش آية ونبني عليها نظرية. الكتاب المقدس يتاخد ككل لما أحب أدرس موضوع معين فيه وأعرف كل الآيات اللي بتتكلم عن الموضوع ده. النهاردة هنكمل، احنا ابتدينا الكلام الحلقة اللي فاتت عن موضوع الاختطاف، لكن من أهمية الموضوع ده هنكمل النهاردة فيه ونتكلم بالتفصيل عنه شوية. واسمحوا لي أرحب بأتسابونا بشوي. أهلا بيك يا أتسابونا. أهلا بيك يا أمير، يا أهلا بمشاهدين. في الرسالة الأولى الأصحاح الرابع القديس بولس الرسول اتكلم عن المجيء الثاني والاختطاف، لكن أنا عايزة أقصك حسب جزء في آية بيتكلم عن الاختطاف، تكلمنا عن العلاقة ما بين المجيء الثاني وما بين الاختطاف اللي اتكلم عنه القديس بولس في الجزء ده من الأصحاح الرابع من الرسالة الأولى. طبعا انتم عارفين ان احنا موضوعنا هو المجيء الثاني في رسالتي بولس الرسول الى تسالونيكي، وفي الحلقه الاولى والثانيه اتكلمنا عن الايات اللي موجوده في الاصحاح الاول والثاني والثالث. النهارده بنعمه ربنا هنتكلم عن بعض الايات الموجوده في الاصحاح الرابع اللي بتتكلم عن مجيء المسيح الثاني والاختطاف. والآيات دي هي بتبتدي من عدد 13 لعدد 17، تسالونيك الأولى 4 من 13 ل 17. وهنقول الآيات مع بعض علشان خاطر نقدر نفهم العلاقة بين المجيء الثاني والاختطاف. بيقول بولس الرسول: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنهم كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول هذا بكلمة الرب، أن نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء،
والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف معهم جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. يا ريت نركز مع بعض في الآيات الجميلة دي. بيقول بولس الرسول، لأنه حس أنه بالرغم أنه دي أول رسالة كان كتبها لأهل تسالونيكي، كان مكلمهم لما كرز لتسالونيكي عن المجيء الثاني، وكان بيصف لهم مجد هذا المجيء الثاني، وإزاي المسيح لما هيجي هياخد المؤمنين معاه. فهم كان عندهم تساؤلات، طب يا ترى الناس اللي ماتوا وهم في القبور دلوقتي هيبقى وضعهم ايه؟ عشان كده بعت لهم بولس الرسول بيطمنهم وقال لهم انتوا بتحزنوا او بتحزنوا كثير من اجل الذين يرقدوا، او يعني هنا موضوع الرقاد هنا المسيح غير مفهوم الموت الى رقاد، فلعازر حبيبنا قد نام رقاد. فعشان كده مهم قوي ان احنا نفهم انه فعلا لو انا عندي رجاء، والرجاء ده اصله جاي منين؟ بقول لك لانه ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام، يبقى إذن الإيمان بالمسيح اللي مات ودفع ثمن خطايانا وعلق على خشبة الصليب لكي يحمل في جسده كل خطايا العالم، وقام الأموات وصار إيه؟ باكورة الراقدين. يعني إيه؟ يعني صار أول من قام بعد أن رقد في القبر، باكورة الراقدين. إحنا كمان هيبقى لينا قيامة، وهذه القيامة هتبقى على نمط قيامة السيد المسيح. عشان كده بيقول لهم ما تزعلوش زي الناس التانية، لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأن الرجاء هو جاي لنا من إن احنا بنؤمن إن المسيح مات وقام من بين الأموات، وإحنا كمان هنقوم مع المسيح لما هيجي في مجيء التاني، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل. بس خلي بالكم من هنا حتة مهمة قوي، نحط الآية من الأول تاني لو سمحتوا. ثم لا أريد أن تجهلوا أي الأخوة من جهة الراقدين، يبقى سمى الناس اللي بيموتوا في الإيمان بالمسيح إنهم إيه؟ راقدين. لا يكون موت لعبيدك بل هو إيه؟ انتقال. راقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات. يعني خلي بالكم يقول على المؤمنين إن هم رقدوا، لكن عن يسوع المسيح إن هو مات. ليه بقى؟ لأنه فعلا دفع ثمن خطايانا، أجرة خطية موت، فكان لازم يموت، وكان لازم يقاسي كل أهوال الموت. مش كده وبس، ده دخل إلى الجحيم، إلى القبر، وعايز أقول ذاق مرارة الجحيم بس بسلطان لاهوته. لما دخل الجحيم أخرج هؤلاء الذين إيه في الجحيم، وكان لهم رجاء على إيه؟ مجيء المسيح. عشان كده أحبائي خلي بالكو، المسيح مات عنا حسب الكتب، لكنه قام الأموات، مات علشان يوفي دين الخطية، مات عشان يحررنا من سلطان الخطية، مات علشان خاطر ان احنا لما نموت نتحرر من سم الموت القاتل. والموت بالنسبة يكون لينا عبارة عن أنطرة توصلنا الى الحياة الأبدية. يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع. يعني الراقدون بيسوع ده احنا عايزين برضو نتكلم فيها. الراقدون بيسوع يعني الذين رقدوا وهم يحملون السيد المسيح داخلهم، دول الذين رقدوا بيسوع، سيحضرهم الله أيضا معه. يعني يحضرهم الله أيضا معه، يعني هيقوموا من
الأموات أنتوا عارفين أن النفوس بتبقى موجودة في مكان الانتظار، كويس؟ دلوقتي إحنا عندنا مكانين الانتظار بعد المسيح، عندنا الفردوس وعندنا أيضا الجحيم. الأبرار بيروحوا الفردوس، فساعة مسيح ما هيجي في مجيء التاني أرواح الناس الأبرار الفردوس هتتحد بالجسد التاني، وهذا الجسد هيكون غير الجسد اللي احنا نعرفه حاليا دلوقتي في حياتنا الزمنية، لأنه جسد ممجد على صورة جسد المسيح القائم الأموات. عشان كده يا حبيبي لك يلقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. والحتة دي عايز أتكلم فيها شوية، لأنه البعض بياخدها أن ده إثبات أن المسيح هيجي لاختطاف الكنيسة وبعدين هيجي تاني ويجيب معاه الناس اللي خدهم، إن كانوا اللي قاموا من الأموات أو اللي كانوا موجودين وتغيروا في لحظة وبعد كده إن هم اختطفوا على الهواء مع المسيح. فهم بياخذوا حتة دي سيحضرهم الله أيضا معه. عشان كده خلي بالنا سيحضرهم، هو بعد كده فسرها بقى اللي هو إيه بقى، فيقول هذا بكلمة الرب. وكلمة بكلمة الرب معناه إن بولس الرسول لا يتكلم من ذاته، لا ده الكلام ده أنا يعني خدته نتيجة رؤية معينة، وده كلام ربنا مش كلامي. بكلمة الرب إيه بقى؟ أنا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. أهو سيحضرهم الله أيضا معه، فسرها كده إن الأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف معهم جميعا لملاقات في السحب، لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. حقيقة موضوع الاختطاف عملوا منه مش بس بجديد، لا ده عملوا أفلام وروايات عن الاختطاف، وفي فيلم مشهور قوي اسمه ليفت بيهايند. ليفت بيهايند يعني الناس اللي يعني مختطفوش، لم يختطفوا مع المسيح في مجيئه الثاني واستنوا في الارض، حصل لهم ايه بقى؟ بيصوروا بقى الاختطاف بهذه الصوره. واحد مثلا كان بيسوق طياره، قائد طياره، واختطف، طياره وقع. واحد بيسوق قطر وطبعا اختطف، فالقطر يعني بهدل الدنيا. واحد بيسوق عربية، واحد بيسوق عجلة، إلى آخره، حاجات كتير خالص خالص. الفيلم الليفت بهايند ده بيصور إن الاختطاف يعني على أساس العقيدة اللي إحنا هنتكلم فيها من شوية، إن هم فاكرين إن الاختطاف ده لما يحصل هيحصل للمؤمنين بس. طب والأشرار؟ الأشرار هيسلوا في العالم ده حسب الكلام ده، فهم موجودين، لكن احنا ما عندناش حاجة زي كده، وده هنتكلم عنه النهاردة بالتفصيل. ان المسيح مجيء المسيح هو هيجي مرة واحدة، هيجي علشان يدين المسكونة بالعدل، يجازي الأبرار وأيضا يدين الأشرار. فعشان كده أحبائي مهم قوي ان احنا نتكلم عن هذه العقيدة، بيسموها الاختطاف السري للمؤمنين. يعني ايه الاختطاف السري؟ قال المسيح لما هيختطف او يجي في مجيئه الثاني، واول مرحله دي بيسموها اول مرحله، ان هو هياخد المؤمنين بس اللي هم اللي عايشين على الارض يتغيروا في لحظه، وكمان اللي هم كانوا في الايه في القبور برضو هيقوموا. فبيسموه اختطاف ايه؟ سري للمؤمنين. وحسب هذه العقيدة بقى هم بيقولوا هيجي تاني بعد الاختطاف السري، هيبقى في ضيقة عظمى، وبعد كده يجي المسيح يحكم 1000 سنة، وبعد كده يجي بقى للدينونة كمان. الحقيقة المواضيع دي كلها هنتكلم عنها بالتفصيل، لكن ياريت ان احنا اول حاجة النهاردة عايزين نعيشها ونطبقها. لو عندنا رجاء في المجيء التاني لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. نحزن على ايه؟ ده اللي مات ده او اللي رقد ده، رقد في المسيح، رقد بيسوع. ده فين ده؟ ده في مكان جميل جدا، ما هو ده هنشوفه تاني.
يعني في حاجة هنا في أمريكا اسمها لم الشمل. يعني إيه؟ يعني لما حد يجي هنا ويعمل أوراق ويقول لك أنا عايز أجيب أبويا وأمي وأخويا وأختي، اسمها لم الشمل، فيوافقوله على أساس إن هو ما يقدرش يعيش لوحده هنا، لازم يجيب مراته أولاده أبوه وأمه إلى آخره. هيحصل لم الشمل ده كلنا كلنا في لم الشمل، كلنا هنبقى بس واحد هيسافر بدري عن التاني. لكن أحبائي، لما هيجي المسيح في مجيئه التاني، حتى الأموات اللي كانوا في القبور احنا مش هنسبقهم لو احنا موجودين أحياء، يعني زي ما قال بولس بالظبط، هيقوموا أولا، واحنا الأحياء هنتغير، لان لازم ناخد الايه الجسد النوراني، اللي هو جسد نوراني او نلبس عدم الفساد. فعشان كده احبائي احنا عايزين ان احنا نكون فرحانين باستمرار، لان احنا منتظرين وطالبين سرعه مجيء يوم الرب، لانه هيبقى يوم للمؤمنين وللابرار يوم فرح، يوم مجد، يوم عظيم، يوم مسرة. لكن الأشرار هيقول إيه؟ يا جبال اسقطي علينا ويا أكام غطينا من وجه إيه؟ جالس على العرش. طيب يا تسوونا، نطلع فاصل ونرجع نكمل مع قدسك. أحبائي المشاهدين، فاصل ونرجع نواصل في تأملاتنا. إحسانك ده ما فارقنيش، من وانا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش. ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش، من وانا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني سابتنيش. مرة تعبن مرة تسنن مرة تشدد وانا وياك، والمرات التانية ما بعن ارجع والقاك ما نسيتنيش. مرة تعبن مرة تسنن مرة تشدد وانا وياك، مرات التانية ما بعد أرجع والقاك ما نسيتنيش. ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش. ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش، من وانا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش. ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش، من وانا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش. وما بلاقي نفس انهارت تحت رحاية شك وضيق، والنوم هارب مني أطالب قلبك والصرخ ما تسيبنيش. وما بلاقي نفس انهارت تحت رحاية شك وضيق، والنوم هارب مني أطالب والصرخ ما تسيبنيش. ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش. ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش، من وانا
لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش، ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش. من وأنا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش. وما تحارم وأنا في القارم بالموجة وبالريح والخوف، وأبقى بنازع فهزع رابع تيجي تدافع عني أعيش. وما تحارم وأنا في القارم بالموجة وبالريح والخوف، وأبقى بنازع فهزع رابع تيجي تدافع عني أعيش. ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش، ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش. من وأنا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش، ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش. من وأنا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش. دوب قلبي حنانك سيدي وسمني ما بين حمد وتسبيح، وأنا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش. دوب قلبي حنانك سيدي وسابني ما بين حمد وتسبيح، وأنا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش. ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش، ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش. من وأنا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش، ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش. من وأنا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش. أهلا بيكم أحبائي مشاهدين مرة تانية في حلقتنا النهاردة كلمة الحياة. أتسبونا أتسك اتكلمت قبل الفاصل عن عقيدة اسمها الاختطاف السري، وزي ما قلت في المقدمة كل عقيدة بتطلع بتلاقي بعض الآيات اللي تستند عليها. تقدر أتسك تقول لنا يعني إيه هي العقيدة دي وإيه الآيات اللي قدروا يجيبوها علشان يثبتوا عليها أو يعني يستندوا عليها علشان يعني يأيدوا العقيدة دي؟ حقيقة الاختطاف السري أو اللي بينادوا بهذه العقيدة، فبيقولوا الاختطاف السري ده ليه ست مواصفات مهمة جدا. أول حاجة أنه اختطاف صامت. صامت يعني إيه؟ يعني يحصل بدون أي يعني صوت أو ضوضاء، فاسمه اختطاف صامت. حاجة تانية أنه اختطاف غير مرئي، يعني ناس مش هتشوف المسيح، زي الليفت بيهايند كده، محدش شاف حاجة والناس بتتخطف، واللي راكب طيارة ولا اللي بيقود طيارة طيارة وقع إلى آخره. فهو اختطاف صامت، ويقولوا كمان عليه أنه اختطاف إيه؟ غير مرئي، مش هتشاف. الحاجة التالتة أن في الاختطاف السري ده يقول لك أنه
المسيح لما هياخد المؤمنين وحتى الناس اللي كانوا رقدوا هيسيب الأشرار، هيسيب الأشرار موجودين في الأرض يعيشوا. وبعد كده الحاجة الرابعة قال إن هو هيختطف الأبرار علشان ينجيهم من الضيقة العظمى، لأن بعد حسب الإيمان الناس اللي بيقولوا هذه العقيدة إن بعد الاختطاف هيبقى فيه حاجة اسمها الضيقة العظمى، هيبقى فيه ضيق ما حصلش زيه في الأرض 7 سنين. هتكلم عن الموضوع بعدين. المهم بيقولوا كمان أصحاب هذه العقيدة إن مجيء المسيح هيكون على 3 مراحل: الاختطاف السري، ويجي تاني عشان خاطر يملك 1000 سنة، وبعدين يجي عشان يدين الايه الأشرار. الحاجة نمرة 6: سيكون للأشرار الذين لم يختطفوا فرصة ثانية لكي يؤمنوا. وفي ناس بقى اللي هم الأشرار اللي هم استنوا وقعدوا في الضيقة العظمى، هيبقى فيه لهم فرصة ان هم يؤمنوا بالمسيح. ده عقيدة. طب يعني الحتة دي قريبة شوية من مطهر، يعني المطر ده بعد الواحد ما يطلع يعني، لكن بتكلم على الناس الأشرار الموجودين في الأرض على يعني موضوع الفرصة التانية دي، لأن احنا بنقول خلاص ما فيش فرصة تانية بعد الموت، ما فيش أغلق الباب معروف يعني مثل الخمس عذراء الحكيمات والجاهلات، يا أغلق الباب ما فيش، هتروح يجيبوا زيت منين؟ ما فيش، هو خلاص المحلات كلها قفلت فما فيش. المهم فأنا عايزين نرد على هذه الإدعاءات. أول حاجة، الاختطاف ليس صامتا. في كورنثوس الأولى 15:52: فإنه سيبوق بوق فيقام الأموات عديمي فساد، ونحن إيه؟ نتغير. في لحظة في طرف عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. يبقى في بوق، يبقى هو ما هواش اختطاف ايه صامت. وكمان احنا قلنا برضو الآية دي اللي هي في تسالونيك 4:16: لأن الرب نفسه بهتاف، هتاف يعني صوت عالي، بصوت رئيس ملائكة. الهتاف ده بيفسره بقى ان رئيس الملائكة يعني هينادي بصوت عالي قوي، وبوق الله، ومش كده كمان، وبوق الله سوف ينزل من السماء، بيتكلم عن الرب يسوع، والأموات في المسيح سيقومون. إذن ما هواش أبدا اختطاف صامت، ده الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله هينزل من السماء. يبقى ما هو بقى إذن ليس هو اختطاف صامت. الحاجة التانية قال لك ده اختطاف سري غير مرئي، يعني مش هيشوف المسيح، هتحصل بس ظاهر. لما فسروا حكاية ان المسيح لما اتكلم اثنتان تطحنان على الراحة، واحدة تأخذ والاخرى تترك، فسروا ان ده معناه ان هو الناس ده، مين قال ان هو ناس مش هتشوف المسيح؟ ده هنا بيتكلم عن واحدة مؤمنة وواحدة غير مؤمنة. المؤمنة هتخطف لملاقاة رب في الاول، التانية الشريرة دي هتبتقى، لأنه في نفس الساعة اللي فيه الاختطاف هيبقى فيه الدينونة. ما هو مفيش، هو اختطاف واحد، ده هنتكلم عنه، أو أقول مجيء واحد للمسيح يحصل فيه الاختطاف ويحصل فيه كمان الدينونة أو المجازاة للآخر. فإذا الاختطاف ليس غير مرئي، ده واضح جدا في رؤية 1:7: هو ذا يأتي على السحاب، ها، وستنظره كل عين، مش بس حتى الأبرار، الكل عين، والذين طعنوه بالأكتر، الذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. إيه ده؟ يبقى إذن هو اختطاف مرئي لكل عين، يعني هيبقى المسيح في السحاب كده وناس كلها هتشوفه من كل بلاد العالم، من كل أمة، ومن كل هيبصوا المسيح هيشوفوه جاي على ايه؟ على السحاب. يبقى بوق وفي صوت وفي كمان رؤية للمسيح وهو جاي على السحاب. وبعدها ما يقول القديس متى في إنجيله 16:27: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه. طب المجد ده ازاي؟ هيجوا معاه ملايكة، فهيتشاف الملايكة هتيجي والمسيح معاهم في السحاب، وهو ده المجد،
والناس هتشوف مجد المسيح. سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب إيه؟ عمل. حسب عمله. يبقى إذن بنرد على أول نقطة إن هو اختطاف غير صامت، اختطاف مرئي، الناس كلها تشوف المسيح ولك وستنظره كل عين والذين طعنوه. الحاجة الثالثة بيقول الاختطاف بيسيب الأشرار في الأرض على أساس إن إيه ممكن يؤمنوا أو حاجة زي كده، وممكن ناس تؤمن، ده الكلام بتاع الناس اللي بيؤمن. الاختطاف لا يترك الأشرار أحياء لأنهم سيهلكون مجيء الرب، يعني واضح جدا، يعني يقول كده إنجيل متى 25-46، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. نفس الوقت اللي فيه الأبرار هيروح حياة أبدية، الأشرار هيروحوا العذاب إيه؟ أبدي. ولما المسيح يتكلم عن مجيئه الثاني برضو في متى 25-41، ثم يقول أيضا الذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. يبقى لما هيجي في مجيء الثاني هيبقى فيه مجازاة للأشرار على طول، لكن حسب العقيدة المجيء السري للمسيح يقولوا لا، ده هو هيبقى فيه فرصة تانية للأشرار وهيتسابوا في الأرض، هيتسابوا في الأرض. بعد كده يقول أنه الاختطاف هيكون للمؤمنين عشان ربنا يجنبهم الضيقة العظمى، عشان ما يحضروش الضيقة العظمى. وهل في أي كلام في الكتاب المقدس كله عن المؤمنين إن هم مش هيتضايقوا في هذا العالم؟ ده المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. آيات كثيرة قوي. ادخلوا من الباب الضيق، وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. يعني إزاي يجنبهم الضيق؟ لكن هو هيحفظهم ويقويهم في هذه الضيقة، ده الإيمان بتاعنا. وبعدين بيقولوا كمان في مجيء أول وتاني وتالت، أو مرحلة أولى وتانية وتالتة، لكن هو مجيء واحد للمسيح. أو شوف اللي هي متى 25، ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. مفيش بقى هيجي أول مرة ياخد المؤمنين وياخدهم اللي هم عايشين على الأرض أو الذين رقدوا، وبعد كده ضيقة عظمى، وبعد كده ملك ألفي، ويجيبهم معاه تاني ويملك في الأرض في أورشليم وهم يبقوا معاه. بقى أنا بعد ما أطلع في السماء وأدوق حلاوة السماء ترجع لي تاني الأرض، طب وأنا أعمل إيه في الأرض؟ يعني إذا كان المسيح عايز يملك على الأرض، ما كان ملك أو كان الملاك اللي كان مع التلاميذ لما شافوه طلع على السحاب وقال لهم زي ما شفتوه طلع هتشوفوه جاي، كان قال يعني كان يبقى فيه أي منشن كده لأي مجيء غير هما اتنين، مجيء الأول للفداء والتاني للدينونة والمجازاة. المجيء التاني المسيح لن تطأ قدماه الأرض، لا خالص، على السحاب. إنما عشان يجي بعد كده ويحكم ألف سنة. الحقيقة أنا عايز أقول حاجة، أنت قلت في المقدمة حتة مهمة قوي، ما ناخدش آية واحدة ونعمل منها عقيدة، لأن هي آية واحدة اللي جات في سفر الرؤيا أن المسيح هيملك ألف سنة وبعد كده يحل الشيطان من قيده المهم. فهم خدوا الآية دي واتكلموا عنه، هو ده الملك الألف، المسيح هيجي يملك. طيب الآية اللي بتقول المسيح يعني حب ان هو يجعلوه ملكا، رفض وقال لهم مملكتي ليست من هذا العالم. الله، طب مملكتي ليست من هذا العالم، وبعد كده انت كلمتنا عن السماء وقلت كده انا ماضي لأعد لكم مكانا،
ومتى مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حيث أكون أنا. تكونون أنتم فين؟ في السماء. هتنزلنا الأرض تاني ليه؟ يقول لك ايه اصل بقى لما المسيح هيملك ما هيبقاش لا فيه لا مرض ولا حروب ويكون فيه سلام سلام وارض واحنا طب ما هو فوق كده لا حزن ولا بكاء ولا ما فيش اي حاجه. انا ارجع تاني الارض ليه؟ انا عايز اسيب الارض وارجع واطلع فوق، مش عايز الارض تاني. انا هترجعني تاني ليه بس؟ حرام عليك. هو يعني الواحد هو لو كان فيما هو هيرجع مع المسيح، مش هيرجع وحده للأرض تاني عشان أيوه بس بعد كده لما هتشوف اللي هيحصل هنتكلم عنه بعد كده. الأمم لأن هو هيكون في أورشليم، الأمم هيعملوا حرب وجيوش ويحاربون، المسيح هيحارب وبعد كده ينتصر عليهم. ده هو قال حاجة واحدة بس، قال لك أنه ضد المسيح لما هيظهر أن الرب هيبيده بنفخ فمه وايه وبظهور مجيئه لما بس. لكن المسيح هيعمل جيوش ويحارب يعني. المهم حاجات كتير قوي تخلينا ان احنا نقدرش، لانه يعني احنا عارفين الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه. يعني ما عندناش لا ملك ارضي، لكن هم بياخدوا حتى الصلاه الربانيه لما نقول لياتي ملكوتك. المسيح لما علم التلاميذ صلاة ربانية دي قال يأتي ملكوتك، يعني ملكوتك اللي على الأرض. طبعا مفهوم جدا، حتى لما نقول خبزنا كفافنا نحن لا نقصد على الخبز الطعام طعام الجسد، لكن بنتكلم على حتى اسمه الخبز الجوهري. الخبز اللي هو يشبع الإنسان من الداخل، يعني خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم هو ده اللي احنا عايزينه، الخبز الحي اللي بيدينا حياة أبدية. بعدين برضو نفس الحكاية، يأتي ملكوتك يا رب تعالى أملك علينا، أملك على القلوب، أملك على حياتنا وعلى أولادنا وعلى بيوت إلى آخره. لكن هم بيفسروها ليأتي ملكوتك، يعني تعالى يا رب علشان تأسس مملكتك على الأرض، الملكوت أو الملك الألف. دي كانت يعني المشكلة اللي تعبت شعب إسرائيل أما المسيح جه، كانوا فاكرين أنه جاي ملك وهيملك على الأرض وهيملكوا معاه وهيخلصهم من الرومان. لكن ما كانش كده خالص. ما هو أول ناس تلقفوا عقيدة المجيء السري هم شهود يهوى والأدفنتست. أول ناس مسكوا في هذه العقيدة، وحنا يعني هنتكلم عن الموضوع ده بعد شوية. طيب نطلع فاصل تاني ونرجع نكمل. أحب مشاهدين ابقوا معنا.
معكم مرة تانية أحبائي المشاهدين وقدس أبونا. عايزة أسأل قدسك، هل في أي جذور أبائية لعقيدة الاختطاف السري وإزاي نشأت يعني؟ الحقيقة بالنسبة للاختطاف السري بالذات، لأن كان مثلا عقيدة الملك الألفي، يمكن كان بعض المؤرخين قالوا أن القديس أوسطينوس كان أو في بداية إيمانه كان بيؤمن بالملك الألفي، لكن لما تعمق في الإيمان رفض موضوع أن المسيح يجي يملك 1000 سنة. لكن بالنسبة للاختطاف السري دي تعتبر عقيدة حديثة ليس لها أصل في أي كتابات آباء حتى القرن 18. والحقيقة بيقولوا أن يعني بدأ هذه العقيدة واحد راهب جزويتي اسمه عمانويل لوكانزا، وده كان أصل يهودي. ده عمل كتاب اسمه مجيء المسيح في المجد والجلال، كتاب كبير. وقال في الكتاب ده، أنا هقول ملخص حاجات صغيرة لأنه بعد كده الكلام اللي قاله ده يعني تاخد وتحور فيه شوية، يعني علشان في كل واحد يجي يحط حاجة جديدة في هذه العقيدة. فقال إيه؟ قال المسيح سيأتي سرا لاختطاف المؤمنين الأحياء والأموات. فيش ده كلام كويس قوي، بس سرا دي هي اللي فيها علامة الاستفهام، اللي هو يجي يختطف المؤمنين أحياء والأموات، لكن سرا دي بقى هي دي حاجة جديدة. ثم تحدث بعدها ضيقة عظيمة على الأرض لمدة 45 يوم. عارفش جابها من 45 يوم؟ بعد المسيح ما يختطف المؤمنين وهل هيجي سرا، قال لك هيبقى في ضيقة عظيمة لمدة 45 يوم، يأتي بعدها المسيح مع المؤمنين المختطفين ليملك معهم على الأرض لمدة 1000 سنة في أورشليم. ثم يبنى الهيكل، اليهود هيبنوه ويعاد تقديم الذبائح، وبعد كده يبص للذبائح ما بتقبلش فهيؤمن بالآخر، يعني الكلام ده، ويؤمن اليهود ويسودوا على العالم تحت حكم المسيح. هو بيحكم 1000 سنة فهم هيسودوا على العالم تحت حكم المسيح. ده الكلام اللي قاله أخونا عمانوئيل لوكانزا. ده يعني اللي هم كانوا عايزينه في مجيء المسيح الأول هيعمله لهم في المرة الثانية. أيوه، هو يملك العالم. أي مظبوط كده، مملكة داود بقى. ويسودوا على العالم تحت حكم المسيح، وبعد 1000 سنة يحل الشيطان. وبعد إيه اللي هيحصل بقى؟ يجمع جيوش العالم عشان يحارب المسيح. والمؤمنين في أورشليم المسيح بيقول لك هيبيدهم ويطرح الشيطان في بحيرة النار، ثم يعقب ذلك قيامة الأشرار والدينونة. حقيقة ده الكلام اللي قاله هو عمانويل لوكانزا. وبعديه جه ناس ابتدوا ان هم يأيدوا هذا الاعتقاد ويضيفوا عليه بعض الحاجات، وللأسف لأول واحد بعد كده اسمه القس إدوارد إرفينج، ده الكنيسة بتاعته عزلته لأنه عمل بدعة خاصة بطبيعة سيد المسيح. بعدين جات واحدة اسمها مارجريت ماكدونالد برضو قالت نفس الكلام وردت برضو واتاخد عنها حاجات تانية. وبعدين جه ماكنتوش وقالوا بقى أن الضيقة مش 45 يوم، ده عملوها 7 سنين، استندوا على 70 أسبوع اللي كلم عنهم النبي دانيال في أظن الإصحاح 9. وقالوا هو ده بقى الأسبوع الأخير، وقسموه 3 أيام ونص، يبقى 3 سنين ونص و3 سنين ونص، مبتدأ الأوجاع وبعد كده الأنتي كرايست حديثة إلى آخر. الحقيقة يعني تلقفت هذه العقيدة شهود يهوى الأدفنتست وبعض الطوائف المسيحية القليلة قوي، يعني بيؤمنوا برضو بهذه. ولو أن يعني أصبح دلوقتي أن في ناس زي ما قلنا كده بيشكلوا في هذه العقيدة. يعني مثلا بال 45 قالوا لا الضيقة العظمى دي 7 سنين إلى آخره. طيب الضيقة العظمى دي يحصل فيها إيه كذا وكذا. طيب الملك الألفي ده هيبقى صورته عاملة إزاي، برضو بيختلفوا في تفسيره حاجات زي كده إلى آخره.
لكن الحقيقة يعني مجيء المسيح زي ما احنا عارفين كلنا هيكون واضح جدا مسموع ومنظور من الجميع. مفيش حاجة اسمها مجيء سري. وقلنا الآية بتاعت رؤية 1:8 هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه. هيجي تنظره كل عين. مجيء سري ازاي يعني؟ جبت منين يا عمانوئيل الكلام اللي انت قلته يعمل له كنزة؟ جبت منين؟ الكتاب عمل كتاب كبير قوي عن مجيء المسيح ألف المجد والجلال. طبعا احنا يعني اتعلمنا ان احنا لازم ننتظر ونطلب سرعة مجيء يوم الرب، لان ده اليوم اللي احنا منتظرين فيه. احنا عروس المسيح، كنيسة ستزف الى عرسها. ده يوم احتفال عظيم يعني يكفي بس ولك. وبعدين هنقيه لما نطلع في السحاب كده وبعدين نشوف المسيح ويبتدي حفل عشاء عرس الخروف. حفل يبتدي ولا ينتهي. حفل. شوف بقى يعني ومين اللي ده عروس المسيح، مش اي عروس، الكنيسة المؤمنين. وبعدين تقول لي ينزل تاني على الارض، انا اسيب الحفلة دي وباكل كل يوم رومي. ديك رومي ثانكس جيفنج اصله جاي. أيوة. طبعا ما فيش اكل ولا شرب. يعني هو شبعنا في شخص المسيح طبعا. يا فانا انزل تاني على الارض. صعيب اقول لك بس هيقوم لك على الارض، بس انا المسيح ما قاليش ان هو يعني قال لك انا ماضي لاعد لكم مكانا فين؟ في السماء. ما قاليش هيبني لي بيت على الارض، لا ده هيبني لي بيت في السماء. دول هم يعني شهود يهوه بيجهزوا نفسيهم، بيقول لك ما بولادهم بيدخلوهم بين الهندسة ما يدخلوهمش طب، لأن ما فيش أمراض، لكن يس. هيبنوا هيبنوا تاني على الأرض. ما هو يعني بقى ما هو عشان كده أنا ما أخدش آية جات في سفر الرؤية وخليها هي الآية. يعني هم بينتقدون أن احنا بنقول أن احنا عايشين في الملك الألفي وأن المسيح بيملك على المؤمنين، وده كلام صحيح. ما هو يعني ايه المسيح بيملك؟ هو لو انا مش مملك المسيح على حياتي هل انا اصلح لملكوت الله؟ ما ينفعش. المسيح ملك، وهو يعني انا افتخر ان انا في او انتسب الى ملكوت المسيح. فالمسيح بيملك فعلا دلوقتي، واحنا بنقول له كل يوم في ابانا الذي ليأتي ملكوتك. انا عايزه يملك على كل جانب صغير او كبير من حياتي، تعال املك يا رب على حياتي بالكامل. هو ده الملكوت اللي احنا بنتكلم عنه. فعشان كده يعني الحقيقة يعني مش عارف، العقيدة دي فيها نوع من الجسد شوية يعني. تيالي كده يعني زي ما بولس الرسول كان بيقول لجماعة بتوع كورنثوس، ألستم جسديين؟ ألستم أطفال؟ أنتوا إيه؟ أنتوا لسه يعني كان في انقسام في الكنيسة، وده يعني يوري أن لما يكون في انقسام في الكنيسة يبقى عن كده الكنيسة لسه فيها ناس جسديين. لأن انقسام بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة المناصب ونتيجة التعصب. فقال لهم أنتوا جسديين. فطبعا أنا شايف هنا أن أنا أنبهر بأن عندي ده جماعة بتوع شهود يهوه بيقول لك يبقى عندك فيلا مش عارف إيه، وعندك عربية إيه، وما تمرضش وما فيش، وعندك سلام ما فيش حرب ما فيش قلق ما في المستقبل. وبعدين كواحد من الناس يقول لك إيه، أصلك أنت هتعيش 1000 سنة في لو أنت يعني مع المسيح في الملك الألفي، لو سنك مثلا مش هتكبر، هتقعد زي ما انت كده 1000 سنة عمرك ما هتشيخ، يبقى عندك 80 أو 90 سنة وانت قاعد تجري وتلعب في الحارة. ايه الكلام يعني صعب الحقيقة. انا شخصيا عايز لما اوصل للسماء ما ارجعش الارض تاني. اقول له يا رب انت عايز ترجع تاني انا بس سيبني فوق. يعني الحقيقة الكلام ما اعرفش، كلام غريب على الناس اللي بتؤمن بيه. يعني الواحد مش عايز يعني يدين حد انه بيؤمن بكده يعني، انما هو كلام غريب ان حد يؤمن بيه علشان
يرجع تاني من السماء الأرض. طيب يعني كده معناه بقى إن المجيء التاني والاختطاف والمجيء التاني وقيامة الأموات والدينونة كل ده هيحصل مرة واحدة. مظبوط، وقت واحد. هو ده يؤمن به الكنيسة عندنا ومعظم الكنائس يمكن مختلف طوائفها، لأن اللي بيؤمن بعقيدة اللي هو الاختطاف والدقة العصبة والملك الألفي دول يعني قلة قليلة جدا جدا جدا. لأن احنا حتى قولي وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي على طول. خلاص حصلت قيامة الأموات يبقى فيه الدهر الآتي. وعشان كده يعني لما بيقول في سفر الرؤيا وهذه هي القيامة الأولى، فما بيقول القيامة الأولى دي اللي هي فيها لما هيجي المسيح ويختطف الكنيسة. احنا عندنا بنقول ان القيامة الأولى هي القيامة من موت الخطية، لأن بيقوم من موت الخطية الموت الثاني ليس له سلطان عليه، آمل مؤمل موت. عشان كده يعني لو احنا فكر، والحاجة الغريبة اللي هي ان يقول لك ان في 1000 سنة الشيطان هيقيد، هي دي اللي محتاجة شوية تفسير وان الانسان يدور فيها اكتر. طب ازاي ان الشيطان مقيد في الوقت اللي احنا فيه ده لو هو ده الملك الالفي؟ دي اللي بفكر فيها ازاي. فالاجابة بتاع الاباء والكنيسة انه مقيد بالنسبة للمؤمنين، يعني ملوش سلطان على المؤمنين. لكن الغير المؤمن الشيطان هيتقيد ليه؟ بهدله. فهي دي الحتة بقول لك ان الشيطان مقيد. طيب بعد 1000 سنة هيفك من قيده، يعني الالف سنة دي اللي هي احنا بنقول من اول مسيح ما تصلب على الصليب لغاية لما هيجي في مجيئه التاني. بعد ما هيجي التاني مجيء التاني هيفك من قيده، هيعمل ايه؟ الا اذا هيفك من قيده قبل 1000 سنة بشوية، يفك من قيده ويبتدي بقى اللي هي الضيقة العظمى والأنتي كرايست هيجي ضد المسيح، وبعد كده يبقى يجي الاختطاف. يعني الاختطاف ده هيكون المرحلة الأخيرة، لكن ما فيش حاجة اسمه إن أنا الاختطاف وبعد كده الضيقة العظمى وبعدين ممكن أي، لا هو كله مع بعض. وإحنا هنثبت الكلام ده دلوقتي مع بعض بكام آية من الآيات من الكتاب المقدس. أول حاجة بنتكلم عن قيامة الأموات. قيامة الأموات ما هو ده اللي هيحصل في في الاختطاف، إنه الأموات هيقومون أولا. أيوه. يقول إنجيل يوحنا 5:28-29 تأتي ساعة يسمع فيها جميع الذين في القبور صوته بهتاف ورئيس ملائكة وبوق الله، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى إيه؟ قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يبقى كله مع بعض. يسمع جميع الذين في القبور صوته، احنا قلنا الناس اللي في القبور هيقوموا أولا. يخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الإيه؟ الدينونة. طيب الفكرة بقى إزاي المؤمنين لما هيقوموا من الأموات إن كانوا مثلا رقدوا، والناس الموجودين واحنا كمان هيتغيروا، ازاي هيطيروا في الهواء؟ هيطيروا ازاي؟ ايه حكايه الطيران دي؟ يعني الواحد يطير في الهواء كده يوصل للسحاب، يبقى لازم يكون خفيف. طيب عشان كده يبقى اذا لازم يكون في جسد غير الجسد اللي احنا نعرفه، اللي فيه الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز التناسلي والجهاز مش عارف الى اخره. لا، يبقى ده جسد روحاني على صورة جسد المسيح. عشان كده المسيح زي ما شفنا صعد للسماء، وازاي ان هو كان لما جه للتلاميذ الأبواب مغلقة كان بيدخل. احنا ناخد جسد على هذه الصورة. نشوف الكلام بيقول هنا ايه. بيقول لك ايه في كورنثوس الأولى 15:42-45، هكذا أيضا قيامة الأموات يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة. يبقى إذن هذا الفاسد هيلبس إيه؟ عدم فساد. عدم فساد. يبقى إذن مهم قوي يعني الحتة دي، ويقام في قوة. قوة
خلي بالك هنا ضعف. حتى ما اللي بنشتكي من ضعف الجسد الضعيف والأمراض، ده يقام في قوة جسد روحاني جميل، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد إيه؟ جسم روحاني. يبقى الجسم بقى الروحاني اللي احنا هناخده ده قال عنه كده في لبي 3:20-21، وننتظر مخلصا هو الرب يسوع الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. ايه ده؟ الجسد ده هيتغير في لحظة، يبقى على صورة جسد المسيح الممجد اللي هو جسد القيامة. عشان كده احنا بقى خفاف قوي هنطير في الهواء ونقابل المسيح فين؟ على الهواء، على السحاب. عشان كده أحبائي هنا بقى في الاختطاف في المجيء المسيح الثاني، زي ما قلنا إن الأموات في المسيح سيقومون أولا، ونحن الأحياء الباقين سنخطف معهم جميعا بعد أن نكون قد لبسنا إيه؟ صورة السماوي. لأن احنا دلوقتي لابسين أو لينا صورة الترابي، لبسنا صورة الترابي، فحنا نلبس إيه؟ صورة السماوي. ودي موجودة في كورنثوس 15:49، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة الإيه؟ السماوي. سنلبس أيضا صورة السماوي. يا لازم عشان خاطر ان احنا يعني موضوع الاختطاف ده يعني هنفهمه كويس قوي، لازم نقرا اللي اتكتب عنه في رسالة كورنثوس الأولى واللي اتكتب عنه في تسالونيكي الأولى. مهمين قوي، لأن دول بيوضحوا مفهوم الاختطاف والمجيء الثاني والقيامة والدينونة كله مع بعض. في كورنثوس الأولى 15:51-53 يقول إيه؟ هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا. بيتكلم هنا ان فيه ناس هيكونوا احياء لما هيجي المسيح بجيء تاني، ولكننا كلنا نتغير. مين بقى اللي عايشين واللي كانوا ايه؟ واللي كانوا في القبور، في لحظة في طرفة عين عند البوق الاخير، فانه سيبوق فيقام الاموات عديم فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. وتصير الكلمة أبتاع الموت إلى غلبة، ده بقية الآية يعني. أوكي. يبقى إذن هنا احنا مش شايفين أبدا أن في حاجة تانية هتحصل، لأنه زي ما قال برضو بولس الرسول في تسالونيكي اللي هي الآيات بتاعتنا بتاع النهاردة، فأنا أقول لكم هذا بكلمة الرب، أنا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس الملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف معهم جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء. فإذن يا أحبائي يعني لما أنا أشوف المسيح وأكون معاه وهو جاي كده عشان ياخدني ودين السماء، ها يعني يقول لي تعالى بقى ننزل تاني عشان خطر الملك الألفي، يعني I think يعني أنا بفتك بعتقد أنه الناس أو اللي حط العقيدة دي لم يوفق في أنه هو يصور قد ايه ان المسيح لما اخلى ذاته واخذ صورة عبد وصار في الهيئة كانسان، ده من اجل خلاصنا، تمم الخلاص لينا على الارض. هيجي الارض تاني ليه؟ ده جه الارض مخصوص علشان ياخد الجسد بتاعي، علشان يتصلب، علشان يوفي دين الخطية، وعلشان يديني نصرة على الخطية. الخطية لن تسوق بعد الصليب. لو الإنسان عرف يعني إيه الصليب، مفيش سيادة للخطية في حياته. ومن بعد كده يقول لي في نرجع الأرض تاني. لو أنا جيت على الأرض وأخليت ذاتي
وجه المسيح على الأرض، بعدين المسيح يرجع تاني على الأرض. أنا شخصيا بقول معرفش إن يعني ده شيء كإنسان، يعني أنا بحب الإنجيل قوي، بحب إن أنا أفهمه قوي كويس قوي، مش قادر أقبل إنه ممكن قوي إن المسيح يقول لي تعالى معايا عشان ننزل الأرض تاني وعلشان نقعد 1000 سنة في الأرض. طيب أنا عايز أختم الموضوع بتاعنا ده مهم قوي. طب ناخد أبو مهند ونرجع نختم حلقتنا. أهلا بيك أخ أبو مهند، اتفضل. صباح الخير. صباح النور، أهلا بيك. تحية محبة للأب العزيز، وتحية مماثلة للأخت تاسوني ماري عزيز. لدي كلمة بسيطة أرجو الاستماع إليها وشكرا لكم. تفضل. كيف يقام الأموات؟ يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما ما روحيا. وردت في كورنثوس الأولى 15:35-44: لقد وعد الرب يسوع المسيح في يوحنا 14:19 قائلا: إني أنا حي فأنتم ستحيون. وحين يبوق بالبوق ويعود ثانية فإن أجسادنا ستتغير إلى أجسام أخرى جديدة طاهرة بلا خطيئة. إننا سنتغير ونتجدد في لحظة في طرفة عين عند ذلك البوق. ومبارك الله أبونا الذي سيغير جسد تواضعنا هذا ويبدله ويصلحه ويجدده ليكون على صورة جسد مجد ابنه الرب يسوع المسيح، وذلك بحسب عمل استطاعته ليخضعه لنفسه كل شيء. قيامة المسيح هي برعم الوعد، وقيامتنا نحن هي الزهرة الكاملة. ولدي طلب من الأب العزيز: أذكرنا في صلواته يوم الأحد أنا وزوجتي أم مهند. وشكرا شكرا شكرا لك. شكرا لك أخي مهند، كلامه مظبوط. أنا فكرت في حاجة دلوقتي وهو بيتكلم لأخي مهند. احنا بنقول للأموات هيقوموا والأحياء هيتغيروا، هناخد جسد ممجد ما فيهوش أي بقى أي حاجة من الأجهزة اللي فيه دلوقتي. لا لا. طب لما ننزلوا تاني بقى، ننزل تاني هياخدوا هيعيشوا بالجسد ده الممجد ولا هياخدوا أجساد تانية؟ ما دي حتة برضو كويس إن فكرت فيها هو بيتكلم. لما احنا هناخد جسد روحاني وجسد ممجد هينزلوا ازاي تاني؟ هينزل ازاي تاني ويعيش على الارض هيعيشوا بقى، ياكلوا ويشربوا ويناموا ويخلفوا كل حاجه. ما اعرفش حكايه كمان يخلفوا دي ازاي بقى. لو رجع لهم كل الاجهزه بقى، يعني لما هيكونوا في السماء قاعدين بقى لا يزوجون ولا يتزوجون ولا مانويل ولا بجد وبعدين الماكنتوش والناس اللي بيقولوا بهذا العقيدة، نسألهم السؤال ده. لما هيجي المسيح زي ما بتقولوا عشان يملك 1000 سنة وهيجيب معاه المؤمنين تاني بعد ما خدوا جسد الممجد وطلعوا السماء، هيعيشوا كده يعني هيكون في أكل وشرب وتناسل تاني هيرجعوا للحاجات دي تاني بعد ما طلعوا بقى لفوق، ما فيش أي حاجة، فيش هيعيشوا كملائكة الله. يا ريت حد يرد علينا في الحكاية دي للناس اللي بتؤمن بالموضوع ده يقول لنا طيب إزاي دي، نفسرها إزاي، أو يعني مش عارف يعني. أنا هختم بكلمة قالها قداسة البابا شنودة عن موضوع المجيء والاختطاف والقيامة. بيقول إيه؟ إذن 3 أحداث خطيرة ستتم متتابعة. إيه هي بقى؟ المجيء الثاني لربنا يسوع المسيح مع ملائكته وربوات قديسيه. كويس. وبعدين قيامة الأموات الأبرار والأشرار. الدينونة العامة كما قال الرسول في كورنثوس الثانية 5:10: لابد أننا جميعا نظهر أمام
كرسي المسيح لينال كل واحد مكان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. يبقى التلاتة مع بعض، المجيء الثاني، قيامة الأموات، الدينونة العامة. بعد ذلك ينتهي هذا العالم الحاضر كله وتبدأ حياة الدهر الآتي كل في ردته. ده كلام قداسة البابا. سماء جديدة وأرض جديدة ويعيشوا بقى إلى الأبد فوق أبدية. صحيح، لما يكون في سماء جديدة وأرض جديدة، طب الأرض، طب إحنا ليه بنبص عايزين نرجع تاني للأرض دي؟ مش أسئلة كتير قوي الحقيقة على موضوع، على موضوع الملك الألفي ده بالذات، وإن المسيح هينزل تاني بعد بعد ما ياخد المؤمنين ينزل تاني على الأرض. أنا نفسي حد لو ياخدهم ويجيبهم معاه تاني، يجيبهم معاه تاني، يعني بجد نفسي حد من بيؤمنوا يفسر لي. واحد قال إيه؟ قال طيب إحنا عايزين نشوف أعداد المؤمنين اللي هم هيجوا مع المسيح. قال لك أولا الأطفال دول اللي ماتوا وهم سنهم صغير، دول أطفال أبرياء. قال لك في نسبة كذا في المية من يعني دلوقتي 7 مليار باين حاجة، وقبلنا الجيل اللي قبلنا 7 و6 أو 5. فقال لك الله ده بس. وبعدين طيب الناس اللي بقى المؤمنين من أول الخليقة، من أول آدم لغاية آخر واحد، كل دول حييجوا ولا بعدين هو قال لك أنه حيملك في أورشليم. أورشليم هتقضيهم إزاي؟ هيبقى الناس اللي معاه هيكونوا موجودين في أورشليم. المليارات من الناس دي هتكون موجودة في أورشليم إزاي؟ إن هي تقدر مش عارف. فيعني في تساؤلات كتيرة عن الموضوع ده. علشان كده ياريت إن إحنا بس إيه ونفهم برضو موضوع الاختطاف، لأن ساعات إيه في ناس برضو بتتكلم عن الاختطاف بصورة شخصية، يقول لك إيه ده اتخطف. لما يكون شاب مثلا جاله أزمة قلبية أو أي حاجة وراح السما، بيقول لك اتخطف، ما هو ده الاختطاف. لا مش هو ده الاختطاف، لا احنا بنقول بس مجازا يعني انه اتخطف وفي شباب واتخطف بس هو مش هو ده الاختطاف اللي بيتكلم عنه في تسالونيكي الاولى الاصحاح الرابع. دي حاجه هتبقى، لا ده فعلا المسيح هيجي والاموات هيختطفوا، وده الاختطاف طبعاً اللي بيتكلم عنه. حاجه للعالم كله مش لفرد واحد. يس. طيب يا أتسابونا، بشكر قدسك جدا على الموضوع، وفعلا زي ما بقول دايما يا رب نكون احنا مستعدين للاختطاف الذاتي ده دايما، يعني الفردي ده يعني محدش عارف امتى ساعته، وما نكون مستعدين. امين. احبائي مشاهدين بشكركم، وان شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة من كلمة الحياة ان شاء الرب وعيشنا. لوغوس تي في، أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع.